نبدأها في الصين، حيث أفادت مصادر محلية بمقتل 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حريق شبه بمركز تجاري في مقاطعة يونيان جنوبي البلاد. وقالت المتحدثة باسم فريق مكافحة الحرائق التابع للمقاطعة إن الحريق استمر 5 ساعات قبل أن يتم إخماده. وفي واشنطن برأ تحقيق وزارة العدل الأمريكية ضابط شرطة فيريكسون الذي قتل الشاب مايكل براون ذا الأصول الإفريقية في ولاية موزوري في أغسطس آب الماضي، مما فجر احتجاجات شتى في أنحاء الولايات المتحدة. وإلى الفلبين، حيث أعلن الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت بول آن أنه عثر على حطام سفينة الحربية اليابانية الشهيرة موساشي التي غرقت في بحر سيبويان في الحرب العالمية الثانية عام 1944. هذا ويقوم الخبراء اليابانيون بالتأكد من هوية السفينة. وفي المكسيك، اعتقلت سلطات مدينة مونتيري زعيم أكبر عصابة مخدرات في البلاد، وكانت الحكومة المكسيكية عرضت مبلغ 2 مليون دولار أمريكي لمن يساعد في اعتقاله، وتعد عصابة لوزيتاس إحدى أكثر عصابات المخدرات عنفا في المكسيك. وأخيرا إلى جنوب استراليا، حيث أعلنت السلطات أنها قامت بقتل المئات من حيوانات الكوالا عن طريق التخدير المميت لتضمن لها موتا رحيما، وبررت الوزيرة البيئة الأسترالية ليزا نيفيل القيام بذلك بالزيادة السريعة في معدل تكاثرها.